السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجمال الطبيعة وروعتها وعظيم ما خلق الله فيها من جمال وسحر وروعة، بكل ذلك تأنس النفوس وتنشرح وتبتهج القلوب وتجد متعتها الحقيقية في ظل مثل هذا النعيم الذي خلقه الله في هذه الحياة. بمثل ذلك النعيم تأنس القلوب، لكن الأنس الأعظم والانشراح الأتم والفرحة الأكبر لصدور البشر وقلوبها هو بكلام ربها سبحانه وتعالى، كلام الله الكبير المتعال المنزل من فوق سبع سماوات. هو حديثنا إليكم أيها الكرام في مثل هذا البرنامج، نلتقي فيه وإياكم نتصفح شيئا من عظمة هذا الكتاب المبارك، ونقلب النظر في روعته في عظمته. القرآن الكريم، القرآن المجيد، القرآن الحكيم الذي أنزله الله عز وجل ليكون دستورا لهذه الأمة، ليكون شرفها، ليكون فخرها، ليكون حياة لنا أيها المسلمون، لنعيش مع القرآن ما نعيش من أعمارنا، سنواتها الطوال، أيامها المعدودات نعيشها في صحبة القرآن. إنما نقلب النظر أيها الكرام، نتصفح ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحاول أن ننعش القلوب بما جاء في كتاب الله الكريم وسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ونحن نسأنس بمثل هذه الروعة وهذا العجب في كتاب الله العظيم. إنه القرآن الكريم حياة الأرواح وروح الحياة، إنه القرآن كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي، حسبنا من القرآن الكريم أنه كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليكون حياة حقيقية نعيشها أيها المسلمون. عندما يكون الحديث عن القرآن فهو حديث عن العظمة، حديث عن المجد، حديث عن الحكمة، كيف لا؟ والله عز وجل لما يصف القرآن في القرآن فإنك تجد من أوصاف العظمة والجلال ما يجعلك تقف احتراماً وهيبة وإجلالاً. أما سمعت ربك وهو يقسم بالقرآن سبحانه وتعالى فيقول والقرآن المجيد، ويقول سبحانه والقرآن الحكيم، ويقول عز من شأنه والكتاب المبين، ويقول جل جلاله والقرآن ذي الذكر. إن العظمة في كتاب الله عز وجل تلقي بظلالها على القلوب المؤمنة لتعيش مع كلام الله في هذه الحياة، حياة العظمة الحقيقية. يا قوم، عندما ننشد مجدا في الحياة، عندما ننشد حياة تبلغ قمة العظمة أنسا وانشراح صدر وراحة بال، عندما نحقق الهدف الذي من أجله خلقنا، فإننا يتحتم علينا أن نعيش مع القرآن ونحن نقلب صفحاته، نتأمل معانيه، نعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. لا أعظم من كتاب الله عز وجل تعيش به الأمة فخرها، ذخرها، شرفها، أنس القلوب وحياتها. إن الحديث عن القرآن يجعلنا نعيش حياة حقيقية كما أراد الله عز وجل. أيها المسلمون، الحديث عن القرآن ممتع غاية المتعة، والعيش مع القرآن أعظم متعة وسعادة منه. عندما ندرك تماماً أن الله عز وجل رفع من شأن القرآن وأعلى ذكره ورفع مقامه سبحانه وتعالى، فإننا يجب أن نولي هذه المنزلة حقها في قلوبنا، في فكرنا، في أرواحنا. هذا الذي نريد الوصول إليه. يقسم الله عز وجل في كتابه بعدد مما شاء سبحانه وتعالى، لكنه في موضع واحد فقط من كتابه الكريم أقسم جل شأنه بمقسم عظمه ورفع شأنه وأخبرنا إنه عظيم، لما كان المقسم به هو القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فما ظنكم بقسم يخبر الله عز وجل إنه عظيم ويكون المقسم عليه
أن القرآن الكريم كريم، إن كرم القرآن وعظمة القرآن ومجد القرآن وحكمة القرآن وذكر القرآن كل ذلك جاء منصوصا في كتاب الله كما سمعتم إخوتي الكرام. ألا يحق لنا بعد ذلك كله أن نولي هذه المعاني حقها من الفهم، من الوعي، من الإدراك، من النظر الجيد الحريص الذي يبحث فيه المؤمن عن حظ قلبه، عن حظ قلبه مما؟ من حياته، عن حظ صدر روحه وأنسها، عما يجد من متعة القرآن في ثنايا القرآن. أيها الكرام، في القرآن الكريم وعد ووعيد، في القرآن العظيم جنة ونار، في القرآن الكريم قصص وأخبار، في القرآن الكريم شفاء وأنس وهدى ورحمة، في القرآن الكريم باختصار شديد ما تحتاجه النفس البشرية التي خلقها الله عز وجل وكلفها وأنزل لها شريعة تحكم حياتها. في القرآن نحن نختصر المسافات نحو الوصول إلى الهدف الأسمى، إلى الغاية الكبرى، إلى المنزلة العظمى. باختصار نحن بسلوكنا طريق القرآن وبعيشنا مع القرآن وبإدراكنا حقيقة لمكانة القرآن ومنزلة القرآن فإننا نلتمس الطريق السوي الصحيح السليم نحو العودة إلى المنازل الأولى، نحو الرجوع إلى مساكننا في الجنة حيث خلق الله تعالى أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء. إن المنازل الأولى بانتظارنا ومساكننا الأولى، نحن على موعد للعودة إليها، لكننا في هذه الحياة تتعدد بنا الدروب وتتشعب بنا المسالك، ولم يزل الشيطان حريصا على إغوائنا يا بني آدم، فحذاري أن نضل السبيل، وحذاري أن تتيه بنا الطرق، وحذاري أن نضل في هذا البحر المتلاطم من الشبهات، من الأفكار، من الأمواج المتلاطمة. والمستمسك هو كتاب الله الكريم، والنجاة بحبل الله المتين، إنه القرآن، القرآن، القرآن يا أمة القرآن. لم يزل حديثنا عن القرآن حديثا بحاجة إلى أن نمتع به القلوب، إلى أن تستوعبه العقول، إلى أن ندركه تماما كما أراد الله سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء أيها الكرام بحلقاته المتعددة إنما نحاول أن نلتمس طرفا من الخيط الكبير وأن نغترف رشفة من هذا البحر العظيم حديث القرآن عن القرآن. يا الله، ما أجمله، ما أروعه، ما أمتعه. أوصاف القرآن في القرآن تبعث فيك الدهشة، الحيرة، الإعجاب، الإعظام، الإجلال، الهيبة، الوقار. كيف لا وهو كلام ربنا الكبير المتعال، كيف لا وهو الذكر الحكيم، كيف لا وهو الكتاب المبين، كيف لا وهو النور، هو الروح. إننا نقلب صفحات نقف فيها على نزر يسير من هذه العظمة التي نجدها في ثنايا آيات القرآن الكريم، وبين أحاديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لنحاول أن نعيد للقرآن مكانته الحقيقية في قلوبنا، في حياتنا. إننا ننشد هدفا واضحا باختصار، إننا أمة قرآن، وحري بنا ألا يكون عيش لنا بسوى القرآن، وألا نجاة لنا إلا بالقرآن. وإنما المستمسك هو كتاب الله الكريم، هو حبل الله المتين، هو هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن نور، القرآن رحمة، القرآن بركة، القرآن شفاء، القرآن مبين، القرآن إيمان، القرآن روح، القرآن شفاء. القرآن أوصافه متعددة في القرآن، وليس لنا إلا تقليب النظر وإعمال الفكر، بل قل معي: إنعاش الأرواح وإسعاد القلوب بهذه المعاني التي جعلها الله تعالى في كتابه الكريم، هي محاولة إخوتي الكرام لأن نعيش مع القرآن حياة نجد فيها ذواتنا، نجد فيها قلوبنا، نأنس فيها بأرواحنا. لا أمتع والله من الحياة مع القرآن، ولا ألذ من العيش مع القرآن. كم هو لذيذ وممتع عندما يكون الحديث عن القرآن، فكيف هو العيش مع القرآن؟
هذا ما سنقلب النظر فيه في حلقاتنا المقبلة، فكونوا معي عندما يكون الحديث عن القرآن الكريم.